كامل المعبى وأجيب التمر وأجيب التمر وأسواق التمر. عندنا إحصائية لأكثر مدن يكون فيها النخيل. عندك منطقة الرياض مركز لون 2 مليون نخلة، يليها منطقة صيف أكثر من 7.5 مليون، ويليها منطقة الشرقية والمدينة. وتم استيراد ثمور السعودية مضاربية 7 دول حول العالم، ويورد موسم التمور يعني إذا 65 إلى 65 دولة. وإجمالي عدد النخيل المملكة 33 مليون نخلة، وتبلغ 7% من إجمالي النخيل في العالم. نتكلم اليوم عن أقدم نقوش حجرية تم اكتشافها عن النخيل، تعود إلى 4000 عام قبل الميلاد، كانت في جنوب الجزيرة العربية، وكان الصورة هنا. في نقوش أخرى تم اكتشافها في شرق الهايل، تعود إلى 3000 عام قبل الميلاد. ونقوش أخرى في اليمن، وبعيداً عن النقوش كان قبر مقدس في الجزيرة العربية، يعني كان في مدان صالح يستخدمون التمر للزينة، فيتوفوا عندهم ناس جو يدفنونهم، كانوا يسوون عقائد للتمر ويسوونها مع جثة، تشريفاً لمهتم.